خدنا الأجازة، والمفروض اللي احنا نبتدي نستغل الأجازة ديت بحاجات تفيدنا. احنا الأجازة طبعا هنلعب وهنتبسط وهنخرج وهنعمل كل حاجة لو نقدر، بس في نفس الوقت لازم ان احنا نستغل الوقت دوت في حاجة تفيدنا لبعد. أسهل طريقة ممكن نستفيد بيها من الأجازة هي الكورسز، في الكورسز أونلاين وأوفلاين. الكورسات المجانية، ازاي ممكن ان احنا ناخد الكورسات من غير ما ندفع فلوس؟ ازاي ممكن نخصص واحنا قاعدين في البيت؟ الحاجات دي كلها هنشوفها في الفيديو ده. طيب هنتكلم في ايه؟ هنتكلم في اهميه الكورسات. ليه الاونلاين؟ ايه افضل موقع للكورسات العربيه والاجنبيه؟ واخيرا ازاي تاخد اغلب الكورسات في المجال اللي انت عايزه مجانا؟ نبتدي باول حاجه، اهميه الكورسات. الكورسات طبعا هي الوسيله الوحيده تقريبا ان انت تحسن مستواك بعيد عن دراسة الكلية أو دراسة أي حاجة تانية. فالكورسات هي الوسيلة الوحيدة اللي أنت تطور من نفسك ومن مهاراتك ومن قدراتك. الكورسات هتطور منك حتى ولو الكورس اللي أنت واخده دوت مش شامل كل حاجة في المجال. يعني لو انت مثلا واخد كورس في البروجرامينج، كورس دوت مش شرط اللي هو يبقى فيه كل حاجه، وصعب ان انت هتلاقي كورس فيه كل حاجه، بس هتاخد حاجه من الكورس دوت مع حاجه من الكورس دوت مع حاجه من الكورس دوت، فبالتالي هتجمع المعلومه كلها على بعضها. الكورسات افضل طريقه تستثمر وقتك الضايع فيه، حتى لو بتاخد حاجه بره المجال بتاعك. لو انت في مجال معين ممكن تشوف كورسات في مجال تاني، بحيث ان انت لما حد يتكلم حواليك عن المجال تبقى انت فاهم هو بيتكلم عن ايه، اعرف حاجه عن كل حاجه واعرف كل حاجه عن حاجه. بعض الكورسات اللي انت هتاخدها ممكن تاخد معاها شهادة معتمدة للناس اللي بتحب الشهادات. ليه الاونلاين احسن؟ اول حاجة هتوفر وقت المواصلات والحر والزحمة. مثلا اذا انت في القاهرة الدنيا زحمة جدا والحر والمواصلات والدنيا صعبة، فبالتالي الاونلاين هيوفر عليك كل دوت. الاونلاين كان بيعمل ايه؟ هيوفر عليك الفلوس اللي انت ممكن تدفعها في كورس الاوفلاين. الكورس الاوفلاين انت ممكن تنزل وهتدفع فلوس وحر ووقت وصحه وكل حاجه، وتنزل في الاخر هتاخد نفس الكونتنت اللي موجود في الكورس الاونلاين، وممكن تاخد حاجه اقل منه كمان. المحتوى الاونلاين كتير بكذا اسلوب وكذا طريقه شرح. انت ممكن تنزل الكورس الاوفلاين ما تفهمش اللي بيشرح، تبقى خسرت فلوسك على الفاضي، لكن الاونلاين ممكن تشوف كورس ما فهمتش منه، تشوف كورس تاني، ممكن تشوف كورس تالت، انت براحتك. تقدر تشوف الاونلاين كذا مره لحد لما تتاكد ان انت فهمت، لكن الاوفلاين هي بتبقى اتشرحت مره ومش هتقدر ان انت تعيده كذا مره لو انت ما فهمتش. بيئه التعلم مريحه، تقدر انت تتعلم في البيت، تتعلم في اي حته انت عايزها، بالاضافه الوقت ليك، حريه الوقت، عايز تذاكر الصبح، عايز تذاكر بالليل، عايز تقسم المذاكره على النهار كله، انت حر في ديت. لكن الاوفلاين بيبقى محدد بوقت ومكان وزمن معين اللي انت تاخده فيه، ولو ما خدتوش فيه بتبقى خسرت الكورس بتاعك. طيب ايه هي افضل مواقع الكورس؟ افضل المواقع هنقسمها لحاجتين، مواقع عربية ومواقع أجنبية. المواقع العربية زي رواق وإدراك ومهارة وإتعلم وخان أكاديمي وكورسات وتيرا كورسز وكورساتي وبرمج وإدلال ومهارتك. طبعا كل واحد منهم هيبقى مهتم بمجال معين، يعني مثلا إدراك هيبقى في كل المجالات تقريبا، رواق زي إدراك، إتعلم بيهتم شوية بالسوفت سكيلز، ومهارة نفس الكلام، خان أكاديمي في كل حاجة خاصة بالساينس، سواء بقى كان ماث او فيزيكس او كمبيوتر ساينس او الحاجات دي كلها. كورسات وتيرا كورسز وكورساتي وادلال هيبقى عليهم حاجات مهتميه شويه بالبيزنس والسيلف ديفلوبمنت. برمج طبعا من اسمه هو ومهارتك الاثنين مهتمين بالبروجرامينج. دولت المواقع العربيه. بالنسبه للمواقع الاجنبيه، المواقع طبعا كتير بس دولت احسن المواقع. طيب المواقع الاجنبيه زي يوديمي وايديكس ويوداسيتي وتيد وكورسيرا واليسون وفيوتشر ليرن ولينكد ان ليرنينج واي بي ام ديجيتال نيشن افريكا. المواقع العربيه اغلبها بيبقى مجاني، يعني المواقع العربيه اللي احنا قلناها دي كلها مجانيه. طيب المواقع الاجنبيه بقى اغلبها بفلوس، احنا ممكن ان احنا ناخد كورسات منها مجانا، يعني اغلب الكورسات اللي بفلوس ممكن ناخدها مجانا. طيب ازاي بقى؟ ده اللي احنا هنشرحه في الفيديو ده. اول موقع نبدا بيه هو موقع كورسيرا. معروف ان موقع كورسيرا ده موقع عالمي، فيه كورسات وفيه سبيشاليزيشنز وفيه ديجريز من كل مجال تتخيله وما تتخيلهوش. لو جيت مثلا في الاكسبلور هنا هتلاقي فيه مجالات كتيره جدا، لو اخترت اي واحد منهم هتلاقي فيه كذا كورس وكذا سبيشاليزيشن وكذا ديجري، ومن جامعات كبيره عالميه زي هارفارد مثلا، زي ديوك، زي الحاجات ديت كلها. موقع كورسيرا فيه كورسات قليلة مجانية، فيه كورسات تانية كتيرة جدا بفلوس. الكورسات المجانية لو انت سجلت بيها خلاص فهي كده بقت معاك. الكورسات اللي بفلوس صعب اللي انت هتدفع تمنها عشان هي بتبقى غالية جدا، ففي كذا طريقة اللي احنا ناخدها فري. في الطريقة الأولى اللي هي اللي احنا ناخدها اوديت، الطريقة التانية اللي احنا نعمل financial aid. لو مثلا جينا هنا لدوت ده كورس بيقول ان الكورس دوت department specialization،
تمام، وبعدين ظهر هنا الانرول وظهر الفاينانشال ايد. طبعا لو احنا هنعملها لو احنا هنعمل انرول، لو جينا تحت هنا هنلاقي اودي دي السنجل كورس ديت اللي احنا هندوس عليها. بعد ما احنا دوسنا عليه فاحنا كده بقى الكورس دوت معانا، ممكن ان احنا نشوف الكونتنت بتاعه، هنقدر احنا نذاكر الكورس وهنشوف كل حاجه، بس مش هنقدر اللي احنا ناخد الامتحانات بتاعته ولا اللي احنا ناخد السيرتيفيكيتس بتاعته. كده احنا سجلنا في الكورس دوت بالاوديت اهو كده، بنقدر احنا ناخد الكونتنت بتاع الكورس كله، بس مش هنقدر احنا لا نمتحن ولا اللي احنا ناخد السيرتيفيكيت بتاعته. لو جينا الكورس تاني مثلا زي الكورس ده، ولكن اللي هو عباره عن جزء من سبيشاليزيشن، بدل ما احنا هندوس انرول لا هندوس financial aid available اللي هي ديت كده، هنقدم على financial aid، هندوس continue وهندوس yes. تمام، هناخد كوبي من الكلام دوت وهنعمل بيست وهندوس continue. هنحدد البيانات بتاعتنا، لو هنقول احنا ليه عايزين الكورس دوت وهيفيدنا في ايه، وهنخلي ديت نوع زي ما عشان منحتاجش احنا نكتب حاجة هنا، وبعدين هندوس submit application. بعد ما احنا هندوس submit application هيبعت لنا على الميل بتاعنا خلال من اسبوع لاسبوعين، يقول لنا ان financial aid request accepted، بيتقبل بنسبة كبيرة جدا ونسبة قليلة ممكن يترفض. تمام، يعني هي بنسبة كبيرة جدا هيبقى الطلب بتاعك هيتقبل، وهتبقى معاك الكورس وهتبقى معاك السيرتيفيكيت بتاعته. انا دلوقتي مش هسجل فيها، هدوس كانسل. الفلوس بتتراوح من 10 لـ20 دولار، طبعا بتبقى لايف اكسس، وبتبقى معاك في الاخر سيرتيفيكيت لو هي بفلوس. لو هي فري فمؤخرا ما بقاش ليهم سيرتيفيكيت. عيبه ان مفيش امتحانات، مش كل الكورسات ليها امتحان تقدر انت تاخده في الاخر قبل ما تاخد السيرتيفيكيت، فبالتالي الشهاده بتاعت يوديمي مش معتمده. ممكن اي حد يعمل انرول في كورس وياخد الكورس كله، او حتى يعمل ترو على كل الليكتشرز اللي فيه وهياخد السيرتيفيكيت على طول من غير اي حد. لو احنا مثلا عايزين فيلد معين عايزين ناخد الكورسات الفري فيه، فبكل بساطه هننزل عند الحته بتاعت الفلتر اللي هي بتاعت الكورسات ديت، هنلاقي فيه الريتنج والفيديو ديوريشن الحاجات دي كلها، ممكن تظبط اللي انت عايزه منها، واهم حاجه عندنا هي الجزء بتاع البرايس، هنخليها فري. فبالتالي هو كده اظهر لنا الكورسات الفري بس. طيب طبعا زي ما قلنا مش هتبقى ليها سيرتيفيكيت. لو بقى عايزين الكورسات التانية اللي هي اللي بفلوس، في مواقع كتير بتقدم الكوبونز بتاعت كورسات يوديمي بحيث ان انت ممكن تاخدها فري، كل يوم بيبقى فيه مجموعة كوبونز ممكن انت تاخدها، سواء كنت اخدتها من موقع او اخدتها من صفحة على الفيسبوك او حتى جروب على التليجرام، كلهم بيوفروا الحاجات دي. من اشهر المواقع موقع يوديمي فري كوبونز اللي هو udemyfreecoupons.blogspot.com. هنلاقي الموقع دوت بيقدم الكوبونز بتاعت كورسات يوديمي، في منها حاجات قديمة هو مش بيشيلها وفي حاجات موجودة أخيرة. لو جينا مثلا كورس زي دوت نشوفه وهننزل تحت شوية هنا، هنلاقي اللينك بتاع الكورس، لو دوسنا عليه هيفتح معانا صفحة الكورس هيقول لنا اللي هو بـ11 دولار، فالعرض الكوبون اللي هو 92%، هو هنا ما جابوش فري، ممكن نلاقي كورسات تانية هو عملها لنا فري. الموقع دوت بيقدم كورسات نفس الفكرة برضو، بيقدم الكوبونز بتاعت الكورسز. الموقع دوت بيقدم الكورسات الفري بتاعت كذا موقع تاني مش مجرد يوديمي بس. فلو جينا مثلا احنا عايزين حاجة في الصين، هنلاقي الكورس دوت ودوسنا جيت كوبون هيقولنا ان الكورس دوت مش بيقبل الانرولمنت. الكورس دوت مثلا لو دوسنا جيت كوبون هيفتح معانا الصفحة بتاعت الكورس وهيقول اللي هو فري ومن بقي 13 ساعة على البرايس دوت، فاحنا هندوس انرول ناو وهنسجل في الكورس على طول. لو جينا مثلا كورس تاني، لو احنا مثلا بندور في الليتست كورسز بحيث ان احنا تبقى اخر حاجه موجوده، ودوسنا على جيت كوبون هيفتح معانا صفحه الكورس وهيقول لنا اللي هو فري ومدق يومين على البرايس دوت، فممكن ان احنا نعمل انرول. في موقع كمان ادي دوت، الموقع بيقدم الكوبونز بتاعت يوديمي وبيقدم الكوبونز بتاعت كذا حاجه تانية. لو احنا مثلا هنا كورسز اب تو 60%، وبيقدم الحاجات دي مش شرط اللي هي تبقى كلها فري، في هنا مثلا يوديمي فري ريسورس سنتر، فهندوس جيت اوفر. هنا بيدينا اوبشن اللي احنا ممكن اللي احنا نحط لهم ايميل بتاعنا، وهم كل يوم او كل لما يبقى في كورسز فري يبعتوا لنا اللينكات بتاعتها على الايميل بتاعتنا على طول. اخر موقع معانا للكوبونز هو برومو كوبونز 24. الموقع دوت بيقدم كوبونات في كذا حاجه، فلو احنا مثلا جينا عايزين حاجة زي الكورس دوت، ادي دوت اللينك بتاع الكورس اهو كده عليه خصم هيبقى 92% بـ10 دولار بدل 129. موقع الكورسات اللي بعد كده معانا موقع ايبكس. الموقع بسيط، بيقدم كورسات بتاعت MIT وهارفارد وباركلي وجامعات تانية كتير،
الحاجات اللي فيه، في حاجات فري وفي حاجات بفلوس. للأسف الحاجات اللي بفلوس الطريقة الوحيدة ليها الفاينانشال ايد، ودي بتعمل موقع خاص بيهم اللي هو الفاينانشال ايد بتاعت اي دي اكس، مش موجودة في الموقع نفسه. لو احنا مثلا عايزين الحاجات الفري فممكن هندخل هنا على السي، هنلاقي الكورسز ديت، هنيجي مثلا ناخد السي اس 50، هندوس فيو كورس، هندوس انرول، هيستارت في كذا، I'd like to receive الايميل. تمام، ممكن ان احنا نخليه، ممكن ان احنا نشيلها، مش هتفرق معانا. ديت بيبعت ايميلز على الايميل بتاعنا، وهنا هنعمل انرول. خد بالك ان عشان تاخد السيرتيفيكت مينفعش الانرول العادية دي مش هتنفع معانا، عشان تاخد السيرتيفيكت لازم يا اما تبقى دافع الفلوس بتاعة السيرتيفيكت، يا اما تبقى مقدم بيه الفاينانشال ايد. تمام كده، فهندوس انرول، وهيبقى خد بالك كمان ان في بعض الكورسات بيبقى ليها مدة معينة بس للاكسس، وبعد كده بيشيل الاكسس منك، متقدرش ان انت ترجع لها تاني ابدا. كده احنا اتكلمنا عن أهمية الكورسات والفرق بين الكورسات الأونلاين والكورسات الأوفلاين، وإيه هي مواقع الكورسات الكويسة، وإزاي رح ناخد الكورسات من أغلب المواقع. اتكلمنا عن 3 مواقع اللي هو موقع كورسيرا وموقع يوديمي وموقع ايديكس، وقلنا مش كل الكوبونز لازم تبقى فري، في مواقع بتديها ديسكاونت تبقى كويس جدا ممكن حد يستخدمه، وفي مواقع تانية بتديهولك فري، وفي صفحات على الفيسبوك ممكن تدولك برضو، وقنوات على التليجرام ممكن تاخد منها، ممكن تعمل سيرش عن يوديمي فري كوبونز وهتلاقي اكيد مواقع كتير جدا. قلنا كمان عن موقع اي دي اكس، وقلنا ان في حاجات منه فري وفي حاجات منه بفلوس، وقلنا ان انت عشان تاخد السيرتيفيكت بتاعت الكورس الفري لازم بتدفع 49 دولار تقريبا، يا اما تبقى مسجل بيه الفاينانشال ايد فبالتالي تاخد الكورس كله فري. وقلنا كمان ان في كورسات بتبقى ليها مده محدده، وبعد كده متقدرش ان انت تكمل خالص، يعني انت ممكن تبدا فيه ممكن تعمل انرول بس هو بيبقى سامح لك بوقت معين بس انت تبقى ليك اكسس للكورس دوت، وبعد كده مش هتقدر انت تدخل الكورس دوت تاني. ان شاء الله بقيت المواقع بتاعت الكورسات هتبقى في فيديو جاي عشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي. اتمنى ان الفيديو يكون كويس. لو عندك اسئله او اي راي او اي حاجه ما تنساش في الكومنتات تحت قول رايك، وفي الاخر قبل ما تخرج من الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب واللايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وللقاء قريب ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.